مع فقرة مطبخ إيديال، حضري معنا شوربة شوفان إيديال جديدة وشاركينا طريقتك في تقديمها وتزيينها. بعتي لنا صورة مرفوقة بمنتوج إيديال شوربة شوفان عبر الواتساب على الرقم 0702024040 وفوزي كل يوم بأجهزة إلكترونية رائعة. إذن أهلا وسهلا بكل السادة والسيدات اللي بطبيعة الحال كيشاركوا معنا من خلال المسابقة ديالنا على رقمنا الواتساب اللي هو 0702024040 على شادا اف ام. شروط المسابقة كانت واضحة وما شاء الله عليكم، الاسم بالكامل، مدينة منين نتوما، وأكيد الوصفة ديالكم مرفقة بالمنتوج الصحيح، المنتوج اللي استعملتيه في القلب ديالها، وكتبعتوا هذا الشيء كامل على رقمنا الواتساب اللي نذكر به مرة أخرى 0702024040. وكيف العادة فكتربحوا معنا جوائز عبارة عن أجهزة إلكترونية كل يوم، فأكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم. اليوم غنمشيو للعيون. السلام عليكم. جميلة. الله يبارك فيك، شرفيني بالاسم ديالك بالكامل عفاك. رشيدة بضوين من مدينة العيون. نعم رشيدة، انت شاركتي معنا في المسابقة ديالنا، شنو المنتوج اللي استعملتي في الوصفة ديالك؟ شربة ديال الشوفان بودور إيديال. نعم اجي ناخذ المقادير والطريقة ديال التحضير. المهم درت انا بمذاق حتى الشطبة، حتى دوك الاعشاب كيتوتاو مع حتى الشطبة. واخا المهم كناخذ جوج بكيات ديال الشوفان مع بودور إيديال، وكنحتاج فيها واحد مصيلة محكوكة، جوج مطيشات، معلقه ديال مطيشات الحك، كنحتاج واحد الزيفه ديال الفول مرقد والزيفه ديال العدس مرقدين، كنحتاج واحد شويه ثومه محكوكه، زيت العود، شويه ديال الزعفران الحر مسخن، كنشدو واحد جوج مطيشات محكوكين، معلقه ديال مرقد الطماطم، كنشد واحد الكوكوط كنحك في هذيك المطيشه، كنحك معها البصيله، كندير الفول والعدس وديك العطيريه مسخن وزيت العود والثومه، كنديرهم يتقلاو واحد شويه، من بعد كنزيد عليهم شي صدر ديال الماء يكون طيب، يطيبوا لي تقريبا واحد ربع ساعه. من بعد كنشد جوج بكيات ديال شربه الشوفان وسبع بودور إيديال، كنديرهم يطيبوا تقريبا 5 دقائق صافي، وكتقدم زوينه وسخونه، وكنزيد لها مع شويه عريشات ديال الكراس. بالصحة والراحة. حسنتي رشيدة، عندك جائزة اليوم، غيكون الكادو ديالك عبارة غنغلاي بالصحة والراحة. رشيدة شكرا لك. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا لك وشكر موصول لكل المستمعين والمستمعات، لأكيد مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالهم من خلال رقمنا الواتساب. غدا عاود إن شاء الله غنشوفوا فائزة أخرى، ما غيكونش تيراج ولكن غيكونوا جوائز عبارة عن أجهزة إلكترونية كل يوم، فما عليكم إلا تشاركوا معنا من خلال المسابقة ديالنا. غديروا بحال رشيدة نفس الطريقة، الاسم ديالكم بالكامل، مدينة منين نتوما، الوصفة ديالكم يكون معها المنتوج اللي استعملتيه في القلب ديالها في الشوربة ديالكم، وغتبعتوا لنا الابتكارات ديالكم بطبيعة الحال ما شاء الله عليكم بالاجتهاد ديالكم بحدكتكم كاملة، كترسلوها لنا دائما على رقم ديال الواتساب اللي هو 0702024040 على شادا اف ام. وانتي فايت ليك جربتي شوربة جديدة وصحية ديال شوفان إيديال؟ حضريها معنا وشاركينا طريقتك في تقديمها وتزيينها عبر الواتساب على الرقم 0702024040 وفوزي كل يوم بأجهزة إلكترونية رائعة.